مرحبا بنات، يوم جميل مليء بالحب والتفاؤل والحيوية إن شاء الله. اليوم حلقتنا راح نحكي بيها عن تركيب الشعر، اللي هو طريقة تركيب الشعر بالهيرتوك ويا الماكير أو الكوافير علاء. خليكم ويانا، خلينا نشوف طريقة التركيب وأضراره ومنافعه. ابقوا وياي. حياكم الله مشاهدينا من جديد، وبعدنا ويا علاء. علاء شلونك؟ اهلا وسهلا، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك يا رب. علاء، اليوم راح نشتغل تركيب شعر. اكيد. الطريقه راح نشتغل بها تركيب الشعر شنو هي؟ راح نشتغل اليوم تركيب الشعر، يعني ماخذين فكره الناس عن الشعر ان التركيب هو مضر. بس إشي عن إشي. وأني ماخذ فكرة مو بس الناس. أكيد يعني هلأ إشي عن إشي بيكون أفضل، يعني هلأ في إشي اسمه الهيرتوك اللي بيكون ستيكر، هذا إشي خفيف على الشعر وبيبين الشعر كتير طبيعي وحلو وهيلثي. اللي هو يعني إنه يجي طبيعي. اللي هو يجي اصطناعي. هلأ لا، هو بيجي طبيعي اللي هو هذا الهيرتوك. الهيرتوك طبعاً ماخذين الناس فكرة عنه إنه هو بيأذي الشعر. او يجي نايلون بالزبط. يعني هذا اللي سامعين عنه هلا اجمالا هو اجا طبيعي، ما اجى نايلون. هلا بيكون نايلون هو بلاستيك 100%. فاجمالا احنا اللي بنشتغل فيه عشان ما يضر الشعر وما يأذي الشعر اللي هو الطبيعي 100%. حلو، هذا سهل انه نشيله؟ كتير سهل، واسهل من اي نوع شعر، لانه في له ريموفر تبعه. اذا استخدمنا الريموفر تبعه اكيد الشعر بيكون صحي وما بيتعب بالمره. هلا راح نشرح لهم اكثر ونوريهم كيف طريقه استخدامه. اكيد طبعا، بس اريد تنتبهون على فد فقره بنات، انه هسه هي الموديل بعدها مو مركبه، يعني هذا طول شعرها وهذا فخن شعرها، يعني هو موجود بس هذا قبل التركيب. هسه اكيد راح على هلا نشرح لهم ونوريهم كيف الطريقه. 100% على تركيب الشعر. انت هسه تقول انه هو مو مضر للشعر، بس اكيد انه لازم تكون بعنايه. طبعا هسه راح نحكي على العنايه، بس انه يعني هو اكيد اكو الف طريقه نشتغل بها. اكيد هلا طريقه عن طريقه بتفرق. طريقه تقسيم الشعره هي لها دور كتير كبير عشان الشعره نفسها ما تنأذى، لانه هي الشعره الرقيقه. فلازم نشتغل بطريقه حلوه وطريقه ناتشرال عشان ما نأذي بالضبط الشعره نفسها 100%. واكو هيرتوك، اكو الكيراتين، تركيب في الكريستال، الهيرتوك، السيليكون. هاي الشغلات احنا ما بنشتغل فيها لانه عن جد هاي الشغلات هي مضره للشعر. اريد شويه تشرح لي على موضوع اللي هو اللي اكو محلات يسموه كيراتين واكو يسموه هلا اجمالا هو كلياته نوع واحد الشعر، بس احنا بنخترع له شغلات اللي هي السيليكون. طريقه التلزيق، نخترع طريقه التلزيق. هذا انا ما بنصح احكي عن التلزيق بس. اكيد هذا ايش راح يسوي للشعرايه؟ يعني نسبه الدمار للشعرايه شلون تكون؟ هلا ما في نسبه دمار. نسبه الدمار في حال اذا انت ما اعتنيتي بشعرك. هلا اجمالا شو ما تركبي لازم الشعر يكون له عنايه 100%. بس هلا راح اوريهم انه طريقه عن جد انه ما تتضرر الشعره وتكون إشي كثير منيح حتى لإلها تكون هي مرتاحه نفسيا 100%. والحلو فيه انه هو هذا الشعر طبيعي، يعني ببينه كثير ناتشرال. بتقدر تسبح فيه، بتقدر تربطه، بتقدر ترفعه، بتقدر تعمله اي شيء بدون ما يتأذى. اكيد فير، بس برجع يعني برجع انه باكد على المعلومه له طريقة خاصة ولازم كل حدا يشتغل بهاي الطريقة. طريقة خاصة بالتركيب. بالتركيب. وإذا أردنا نسوي ريفيل. لأنه هلا الريفيل إجمالا كل شهر، شهر ونص ماكسيمم، يعني لازم نعمل له ريفيل، لأنه الشعرة مجرد ما سحلت، لأنه رح يطول. أكيد. مجرد ما سحل الشعر وأنا أهملته وأنا بصير فيه ضرر. 100%. اشوفك هسه وانت بتشتغل. طبعا ان شاء الله راح يحبون بنات الطريقه راح تشتغل بيها. وقلت لي انه هي ما تطول ماكسيمم، يعني ايش قد تطول عندك تركيب الشعر؟ لان احنا نعرف انه تركيب الشعر ياخذ وقت. هلا هو تركيب الشعر بياخذ وقت، بس هذا الاشي الحلو فيه الهيرتوك انه ماكسيمم 10 دقائق بيكون جاهز. حلو تمام. أكيد. خلينا نشوف هسه. أوكي. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. لازم ناخذ خصل رقيقة بهاي الطريقة، بيكون ستريت ما يكون مايل عشان الشعر يكون كلياته طول واحد، ما يكون اشي اطول من اشي. ناخذ لاين خفيف ومنحاول نبعد شوي عن جلدة الراس عشان انه ما يضايقك وما يقطع الشعر حتى وانتي نايمة. بهاي الطريقة
ناخذ الثانيه يعني دايركت تكون جنبها وقريبه لإلها افضل عشان ما يكون في سبيس. يفضل لما نشتغله بعد ما نركب الشعر بعد ما ناخذ لاين ستريت يفضل ما نعمل سبيس بالشعر علشان يعطينا هذا الشكل وعلشان يعطينا طول وخمل بنفس الوقت. طريقة الشعر هاي إذا بدنا نشتغلها بالعادة ما بدي يجيني شعر مثلا خميل كتير واحط عليه مثلا شوية شعر عشان ما يبين عندي فوق خمل وتحت كتير خفيف. يفضل اركب تركيبة اللي يقدر الشعر ياخذ مجاله يعني يعطينا طول يعطينا خمل يعطينا كثافة. بهاي الطريقة بناخذ الخصل رقيقة كتير افضل لانه اذا الخصلة اخذناها خميلة الستيكر ما بيركب على الشعر بيضلوا يفلت ويوقع. شايفين قديش الشعر حلو وبجنن ومعبى بنفس الوقت. أسرع يا جري الجريس اللي بتفكها وأنا مش مخلص حط تحت أسرع. احنا خلصنا الشعر تقريبا من النص لازم نمشي على اول لاين اشتغلناه على طريقة الجنب علشان ما يبين في عندي اي فرق يكون يعني كلياته متناسق طول واحد خمل واحد. بنفس الوقت يعني انا بفضل انه ما نشتغل لعند الجبين نبعد عن الجبين شوية مسافة افضل علشان في حال يعني رفعتي شعرك بونيتيل رجعتي شعرك لورا انه ما يبين في ستيكر لعند الجبين يعني يفضل لهون افضل افضل شيء يعني. حاول يعني افضل شيء للشعر لهذا التركيب في حال انت ركبت الخصلة حاول اضغطها بهاي الطريقة بإيدك. يعطي منظر وستايل احلى كتير وارتب وما بتعب الشعر وتركيبه كتير سهل زي ما انتو شايفين بس فيه طريقة تقدر تتعامل مع الشعر نفسه بهاي الطريقة عشان يعطيك هاي الكثافة. طبعا خلصنا احنا الجهة هاي زي ما انتو شايفين الشعر هاي شعرها الطبيعي وهي الستيكر زي ما انتو شايفين مو مبين بالمرة وهيك الشعر من فوق لتحت نفس الخمل بهاي الطريقة. هلا راح نشتغل الشقة الثانية ووريكم النهاية. زي ما انتو شايفين خلصنا هاي الجهة راح ننتقل للجهة الثانية بنفس الطريقة اللي أخذنا فيها الجانب الأول.
نمشي على اللاين الاول اللي اشتغلناه اللي هو تحت، نقسم بهاي الطريقه يكون ستريت، ونبعد عن الجبين زي ما حكينا هاي المسافه. شايفين قديش التركيب حلو وسهل كتير بهاي الطريقة. إذا بتشتغلوه كتير الشعر راح يفرق معاكو. كتير منواجه الأيام هاي إنه الشعر كتير خفيف، إذا ركبتوا هذا الإشي الهير توب راح كتير يساعدكم على خمله للشعر. الكل بخاف انه انا شعري خفيف وانا شعري ما راح يزبط عليه، بس لا، هذا ضد كل اشي، هذا الحكي ما بيزبط. لازم تروحي على الصالون وهو بقرر ايش راح تشتغله بهاي الطريقة. مستمرين بمسيرة الشعر وتركيب الشعر، على يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. هسه أنا شفتي إنه أنت خلصت صح؟ أكيد. عاشت إيدك. وإيديك. سويت إن على. زي ما أنت شفتي، شفنا قبل كيف كان الشعر. تمام. كان قصير. ركبنا الشعر الهير توك اللي بيكون بشكل التلزيق الستيكر. زي ما انت شايفة الشعر بجنن، عطانا طول وخمل وكثافة بنفس الوقت، وشعرها الطبيعي قد ما هو قصير بهاي الحالة مو مبين. ما مبين ليش؟ لأنه احنا اشتغلنا بطريقة ستيب باي ستيب. أخذنا خصل رفيعة كتير اللي هي رقيقة، وبنفس الوقت بدك تقسمي طريقة كتير حلوة عشان تاخذي حجم الراس انه ما يبين. اكيد. زين، على اذا مثلا اللي تجيك مثلا خلينا نقول الزبونه انه شعرها المقدمه ما شعرها تكون قصير، اكيد اوكي تقدر انه تركب هاي الستيكر هلا، بس انه ما يبين بالضبط. هلا هذا الحلو فيه اللي هو الستيكر، زي ما انت شايفه يعني فرقت الشعر هيك، هاي الستيكر هنا بس مو مبين. يعني هذا الحلو اللي فيه انه ببين الشعر ناتشورال، وبنفس الوقت ما بيقطع. بنرجع بنعيد انه ما بيقطع، ما بيحرق الشعر، ما بيخليه ينزل الشعر. في حال اذا استمريتي عليه، يعني زي ما حكينا قبل شوي خلال شهر ونص ماكسيمم لازم نعمل له ريفيل، عشان بالضبط. وهي بنفس الوقت يعني هلا هذا على الحمام بنزل زي ما هو، بس بنفس الوقت لازم نعالجه بتريتمنت لانه شعر طبيعي. لازم نحط له تريتمنت، لازم نحط له أي شيء بيعالج الشعر، لأنه الشعر إذا استخدمنا بطريقة التريتمنت بيضل هاي اللمعة، هاي الكثافة، ما بتضطر إنه تقص ولا بتضطر إنه مثلا تتعذب بشعرها. زين، بهالحالة هاي إذا استعملت كونديشنر أو إنه كريم أو شيء ما راح يأثر على ما راح يأذي الشعر، لأنه هذا الإشي ما بضر الشعر، لأنه الستيكر يعني كتير ماسك على بعض، مش من النوع اللي إذا دخل فيه كريم إنه يسحل، ولا دخل مثلاً قاعدة تسبح، لا هذا ضد هاي الشغلات، لأنه هذا إشي زي الدبل فيس بينعمل من جوا ومن برا. بنشتغله بطريقة كتير حلوة وبناخد الشعر رقيقة عشان تمسك وتضل لمدى بعيد 100%. زين، على من نجي نشيله مثلا بوقت الريفيل ما راح نشوف انه الشعرايه اللي جوا تكون تعبانه؟ لا ما بتتعب، في حال اذا اشتغلنا. هلا شوفي الشعر بيتعب بحال ايش؟ في حال انه انا ما قدرت اني استخدم او اشتغل معاه بالطريقه اللي شوي هذا بده اشي حنون، يعني لازم لما اشتغل معه اكون بحنيه، لانه الشعره اوريدي رقيقه، اذا بتشديها بتتقطع، واذا بتخليها زي ما هي بتكون يعني فريش.
فإلها طريقة لفكها وإلها عناية كتير وإنت عم تشتغلي فيها عشان ما يتحسس جلدة الرأس. هاي النقطة لازم نشتغلها ولازم كل حدا يكون وصلته هاي الفكرة. أكيد 100% هسا أكيد رح إن شاء الله يستفادوا من نصائحك. أكيد إن شاء الله. وأكو فد شغلة كلش مهمة، إنه إحنا مو بس ركبنا وشفنا الشعر صار حلو أول أسبوع أو أول أسبوعين، إنه خلص نبلش إنه نهمله إلى فرشة معينة، إلى تمشيطة معينة لازم تتمشط بها هسا على راح. أكيد هلا ما ظنيت إنه كل سيت. طريقة غسل معينة. بالضبط. يعني مو إنه هذا يعني أنت لا تنسي إنه يبقى هذا الشيء إنه مو طبيعي راكب على شعرك، فإلى طريقة معينة للغسل وإلى طريقة معينة للتمشيط، صح على؟ أكيد هلأ أنا بفضل يعني تقدر تغسله زي ما بتغسل شعرها العادي، بس في نفس الوقت يعني لما بدها تيجي تمشطه قبل ما تمشطه إنه تحط عليه مثلاً سيرم، تحط عليه كريم. فويل، تحط كريم، وشوي شوي إنه تمشطه ويكون أفضل تنشفه قبل ما يكون مبلول. تمام، عاشت ايدك وديك يا رب. انا كلش اشكر تعاونك ويا شغلك كلش حلو ولو ثانك يو. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه وعجبتكم النصائح اللي قدمها الكوافير علاء. تقبلوا تحياتي بالاعداد والتقديم، كنت وياكم مروه هاشم، اشوفكم حلقه جديده، مع السلامه. Keep on our foreign control. They look the fact of your existence. Baby, I don't find the empty so lit. Come the freckles on your body. Never could imagine there were only 10 million ways to love somebody. Can't you see? I'm at your feet. We're never, forever, we're meant to be together. And that's the deal, my dear. They're over, you're under. You'll never have to wonder. We can always play by ear. But that's the deal, my dear. Keep on my next knowing number.